مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه ثانيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم مصر جميله. صباح الخير على حضراتكم في كل مكان في مصر، وصباح الخير يا فندم. صباح الخير يا نهله، وصباح الخير على حضراتكم. يا رب يوم مليان بالتفاؤل والامل والسعاده على حضراتكم وعلى مصر كلها باذن الله. طبعا للاسف في بعض المحافظات يا طارق يمكن بتعاني النهارده، يمكن صباحها مش كويس قوي زي باقي انحاء الجمهوريه، يعني بقى لهم كام يوم بيعانوا من موضوع السيول اللي اجتاحت حوالي 5 محافظات مصريه، اجتاحت اسيوط، قنا، سوهاج، البحر الاحمر، الغردقه، في مدن يعني غرقانه زي مدينه راس غارب بتعاني معاناه شديده. طبعا كان تم الاعلان عن وجود سيول من قبل الهيئات المسؤوله عن الارصاد الجويه قبلها بكذا يوم، وده شيء متوقع في مثل هذا العام، لانه العام الفائت حصلت نفس الحكايه ولكن في محافظات اخرى، وكلنا نتذكر مشاهد غرق محافظه البحيره تقريبا يعني ومحافظه الاسكندريه، ربنا يحفظهم ان شاء الله ما تتكررش هذه الماساه السنه دي. كان يعني الرئيس السيسي تفاعل على طول مع الموقف وامر بصرف 100 مليون جنيه، 50 مليون جنيه هتستخدم لتعويض الاهالي و50 مليون جنيه اخرين بيستخدموا لاعاده تاهيل البنيه التحتيه في هذه القرى والمدن لهذه المحافظات. طبعا في عدد كبير من المتوفين، اكثر من 26، في 11 مفقود، في 72 مصاب، كارثه حقيقيه نتمنى ان شاء الله انها تمر على خير. وكالعاده طبعا بتسارع القوات المسلحه علشان تنقذ الاهالي في هذه المنطقه وتحاول تقدم يد العون، مش هي بس ولكن كل منظمات المجتمع المدني وكل المصريين الجمال، وهي دي عظمه مصر، مصر الجميله، انهم بيمدوا ايديهم على طول لاخوانهم في كل مكان بالعون بقدر الامكان، بقى بطاطين، ملابس، غيرها من الاشياء اللي ممكن تساعدهم ان شاء الله. صحيح، يعني بالتاكيد بنشكر ربنا انه هذه الامور هي لحد هذه الفتره او هذا التوقيت هي ان شاء الله تحت السيطره. يعني بنحتسب من يعني فقدناهم في هذه الازمه من الشهداء باذن الله، وبنتكلم على انه هذه الكوارث هناك الحقيقه 3 نقاط. النقطه الاولى اللي هي اتكلمت فيها نهله وهي سريعا جدا تدخل القياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 100 مليون جنيه، 50 للتعويضات، 50 مليون جنيه للتعويضات، 50 مليون جنيه للبنيه الاساسيه بشكل سريع جدا، والكلام دوت هياخد ايام باذن الله ويعودوا اهالينا في هذه المناطق الى بيوتهم والى اشغالهم باذن الله. النقطه الثانيه واللي كانت الحقيقه محور اهتمام كتير من حضراتكم وهي القرارات اللي اخذها او اخذها المؤتمر الوطني للشباب، وهي تنفيذ بقى هذه القرارات. طول عمرنا بنسمع ان هذه المؤتمرات بتتم وبيخرج عنها توصيات واوراق عمل ومناقشات وبعد كده ما بنسمعش اي حاجه. الحقيقه انه الرئيس ورئيس مجلس الوزراء من اول يوم وهم يعني وجهوا تعليماتهم لكل الجهات والمؤسسات في الدولة عشان تنفذ هذه القرارات اللي خرجت من أفكار وعقول شبابية بتفكر لهذا الوطن بمنتهى الحب والإخلاص. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم فيها وهي هي رد السيد سامح شكري وزير خارجية مصر على الأمين العام دكتور زياد مدني، الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي، بيتكلم على ما قيل أنه هناك ليست هذه الدبلوماسية وأنه لا يعي مهام منصبه بشكل أو بآخر، وأنه يجب أن يكون هناك تدخل سريع في بعض الآراء اللي قيلت في هذا الشأن، وأنه فكرة أنه التعليق على ما قيل في شأن داخلي من مصر ورمز من رموز ورمز مصر، وهي دي حاجة كلنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على كل مكان، أنه الشعب المصري بيرد عن بلده، بيرد عن رئيسه، أنه خدوا بالكم أنه هنا خط أحمر لمصر. فبالتأكيد التفاعل كل في من محور هذه المحاور اللي بنتكلم عليها مع حضراتكم ده بيقول أن هناك دولة كبيرة وأن هناك شعب متفاهم ومتفاعل وأن هناك مصر بلد عظيم بيرد عنه سواء قياداته أو شعبه. النهاردة عندنا يعني فقرات فنية أكتر، ربما يعني فقرتين لهم علاقة وثيقة بالفن. مصر ما بتنساش رموزها أبدا وبتحاول تكرمهم من آن لآخر، وإحنا أخذنا عهد على نفسنا في حلقة يوم الأحد دائما نكون معانا فقرة هي فقرة أبيض وأسود، الفقرة اللي بنتذكر فيها روادنا العظماء ونكرمهم في صورة أبنائهم اللي بيكونوا موجودين معانا وبيشرفونا كل يوم أحد تقريبا. عبد الرحيم الزرقاني علامة كبيرة وفارقة في الإخراج المسرحي والتمثيل المسرحي، له العديد من المسرحيات اللي قام
باخراجها، يعني هو يعتبر واحد من ثلاث مخرجين كبار اسسوا المسرح المصري، مش بس في المسرح ولكن له اعمال اذاعيه لا تعد ولا تحصى، وكذلك مسلسلات اذاعيه، واشترك ايضا في تمثيل العديد من الافلام السينمائيه. خلينا نقترب من عالم عبد الرحيم الزرقاني ونشوف عظمه هذا الرجل اللي كان بيعتني جدا باللغه وبيعتني جدا بالسيناريو وبتنفيذه كما جاء دون تصرف ابدا من الممثلين. هيكون معانا النهارده الحديث عن الفنان الراحل عبد الرحيم الزرقاني، هالة عبد الرحيم الزرقاني ابنه هذا الفنان العظيم. الحقيقه النهارده كمان بنوعدكم بحلقه خاصه جدا، وهنستمتع كلنا بفن بيعتبر من الفنون الشامله، وزي ما بيقولوا عليه انه الفن الاكثر شغفا والاكثر وصولا للناس، وهو فن الشعر. النهارده ضيفنا اللي مشرفنا واللي هنستمتع بيه النهارده هو شاعر موهوب، كلماته العذبه بتفيض بمشاعر جياشه جدا، عندما تقرا له للوهله الاولى تعلم انك تستمع الى شاعر يعني من نوع وطراز خاص جدا. يعني النهارده باذن الله هيشرفنا الشاعر الكبير الاستاذ عبد العزيز جويده، يعني هنسمع زي ما انا قلت لحضراتكم شكل ولون وطعم مختلف، ولازم نتجه ونعود مرة تانية الى انه ما يفعله الشعر داخل الانسان في كل مواقف حياته لازم يكون هو يكون عامل مساعد في ان هو يشوف او يعيش الحالة الجميلة دي. وهيصاحب شاعرنا الكبير النهاردة دكتور اشرف مصطفى على العود، وان شاء الله تكون فقرة تحوز على اعجاب حضراتكم باذن الله. دي فقرتنا النهارده، هنروح لحضراتكم مع فاصل ونرجع باذن الله نستقبل اول ضيوفنا، فابقوا معنا باذن الله بعد هذا الفاصل.